ازيكم يا مواليد برج الاسد، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الاسد ليوم الثلاث 26 ابريل نيسان 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 23 يوليو ل 2 اغسطس. هتزيل كل العراقيل اللي بتبقى في طريقك وبتواجهك بشكل كبير، لان كل العراقيل اللي انت تنبأت بقدومها من فترة طويلة جدا جدا ابتدت تظهر بشكل تدريجي اكتر وتتحول لواقع هيكون تفاديه مستحيل. النهاردة هتواجه كل التحديات دي في اسرع وقت ممكن، حتى لو كانت المهمة بالنسبة ليك صعبة. كل ما انت بتتأخر كل ما بتتراكم قدامك العراقيل، وبيتوجب عليك انك تضاعف مجهودك اكتر علشان تعرف تتجاوزها. توقعات العشرية التانية مواليد 3 أغسطس ل 13 أغسطس. عندك مشاكل النهاردة تعتبر غير متوقعة، بيتنبأ باقترابها وتحفيزك على حلها هيبقى أصعب من المعتاد، بس ما تيأس. حاول انك تدور على البدائل دايما وتتساءل ايضا لأي درجة ممكن تبقى بتأثر المشاكل دي بشكل سلبي عليك شخصيا. من الافضل انك تبقى بتنتظر وبتسمح بانك تلاقي المشاكل دي طريقها للحل بمفردها اليوم. توقعات العشرية الثالثة مواليد 14 أغسطس ل 22 أغسطس. هتجرب حاجات جديدة النهاردة ومختلفة في يومك ده، لأول مرة هتكون بتخونك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة فيك، وضوضاعك في مواقف كتير تعتبر حرجة، واستراتيجيتك للحلول اللي انت بتنتهجها في المعتاد مش هتحسن من أمورك مهما حاولت فيها مرارا وتكرارا النهاردة، أو حتى كنوع من أنواع التغيير. حاول انك تتخلى عن كل الانماط السلوكية الاعتيادية وتاخد منهج جديد علشان تقوم بتغيير يبقى حاسم اكتر، هيكون المخرج لكل المواقف وكل المشاكل اللي تعتبر مستعصية.